دخل كاميرا تاعك دخل هنا صباح الخير. هذا يوم من ايام الله، فاول نوفمبر طبعا بالنسبه للشعب الجزائري هي تاريخ عريق، تاريخ الشهداء والمجاهدين، من خلاله استطاع اباؤنا واجدادنا تحرير هذا الوطن، وبالتالي هذا اليوم هو كذلك يوم لمستقبل الجزائر، جزائر جديدة التي نتمناها الجميع لأبنائنا وأحفادنا. فالصوت للشعب، الصوت للمواطنين والمواطنات، فلكل واحد الحرية باختيار الاتجاه الذي يريده ويتمناه لبلده.